لإيجاد محكمة رياضية بأمس الحاجة. ومن زمان يعني احنا نطالب، يعني كنت من ضمن يعني الأوائل من طالبوا بإنشاء هذه المحكمة. والسبب انه احنا نقول يا جماعة الخير انه لما يكون في مشكلة، نعم في لجان شبه قضائية او قانونية في الاتحاد، لكن من خصم او لمن يلتجئ الخصم لما يكون خصمه الرئاسة العامة او الاتحاد السعودي او يعني، وبعدين يعني في كل مكان، في كل وزارة او جهة فيها لجان إدارية تقوم بمهام قضائية، تلجأ في النهاية أن تروح ديوان المظالم، تتظلم أمام ديوان المظالم كجهة محايدة. إذا لابد من وجود جهة محايدة، هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى في نظام الفيفا مكتوب أنك أنت ما تلجأ كرياضي للمحاكم العامة، المحاكم العادية، إلا إذا كان ما في محكمة رياضية. إذا البلد ما فيها محكمة رياضية يجوز لك أنك تلجأ. أثير هذا النقاش من زمان، يعني ثار الدكتور صاحب الناصر لما كان رئيس لجنة الاحتراف أنه لا ما يروحوا للمحاكم. قلنا له يا جماعة الخير أوجدوا محكمة وتغلقوا هذا الباب. يعني شوف في كل دول العالم الآن القضاء العام يتدخل في الشؤون الرياضية أو في القضايا الرياضية إذا ما في محكمة رياضية. إذا في محكمة متخصصة خلاص الناس تروح أو الرياضيين يروحون أو الرياضيون يذهبون إلى المحكمة الرياضية. هل تكون مستقلة عن رعاية الشباب المحكمة الرياضية؟ نهائياً ما. رعاية الشباب يمكن تشارك في التحضير لها، في النقاش، يمكن تشارك حتى في وضع أنظمتها أو لوائحها، لكن في النهاية يجب أن تتكون من قضاة مستقلين تماماً، تابعين أو تحت مظلة إدارية لوزارة العدل. ما مستقبل هذه المحكمة؟ وما هي العوائق لإنشائها؟ أنا أتوقع أن يتم هذا الإنشاء، يمكن نعم يتم إنشاء المحكمة الرياضية. يمكن العائق الوحيد هي الكوادر، يعني حتى الكلام اللي يقولوه لك الآن على المحاكم المرورية ما شافت النور حتى الآن. الكوادر، مشكلة الكوادر، يعني إحنا نعاني من شح في القضاء، في عدد القضاة، يعني حتى على مستوى القضاء العام عندنا أيضا نقص فيها. لكن إن شاء الله نتمنى أنه مستقبلا يتم تفادي هذا الشيء، وبالتالي ترى هذه المحكمة النور، لأنه مثل ما قلتك ضرورية على المستوى المحلي لتحقيق العدالة من طرف محايد، وضرورية على المستوى الدولي لأنه هذه من شروط الاتحاد الدولي حتى لا يذهب الرياضيون أو القضايا الرياضية للمحاكم العامة. يتم الموضوع هذا 4 سنوات، لكن في المحصلة في الأخير لو كان في محكمة رياضية كان من أول يوم أحلت أنا موضوع المحكمة الرياضية وأخذت المحكمة إجراءاته، وعندي محامي المكتب، يمكن في خلال 2-3 شهور ينتهي الموضوع. ما كان قاعد هالموضوع 4 سنوات عنه، لكن الحمد لله انتهى نهاية طيبة، والحمد لله على كل حال. أكيد بيكون في هناك مشاكل وإشكاليات، لازم تكون في جهة تضبط العلاقة بين كافة الأطراف، بين الأندية، بين الشركات، بين اللاعبين، بين كافة العاملين في الوسط الرياضي. فطلبت بإنشاء محكمة رياضية، فمن 2007 وأنا طالب، ومن أوائل الناس اللي طالبت بهذا المحكمة لأهميتها اللي طول شرحها. ولكن أنا من وجهة نظري أهمية المحكمة لو أختصرها أنه على الأقل غير أنك تنظم العلاقة وتضبط العلاقة وتعطي كل ذي حقه وتفصل في القضايا، على الأقل تضبط الاحتقان اللي قاعد يصير في المجال الرياضي. لما أنت تعطي كل ذي حقه وبالإنصاف وبالعدل، ويستطيع كل أي واحد في المجال الرياضي يلجأ المحكمة الرياضية ويلقى إنصاف وحيادية، أتوقع أنه يخف الاحتقان، تخف المشاكل، ما قلت أنت لكن تخف، يصير الجو العام الرياضي يعني ممتع جاذب، ترجع البهجة الكرة الرياضية، المتعة اللي فقدناها.